كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شخص كافر قرر الانتقام من المسلمين. حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية هذه القصة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. وبس خليكم مع الفيلم. ايه خليه يروح للسجين اول مرة انطيه العشاء الغدا مالته. اوكي هاي سجين سجين اي وين هاي شنو هاي وين السجين هرب هاي وين لا شنو لا هرب هرب هذا الكافر هسه شلون ورطه هاي هسه اذا ما راح يكون في السجن راح يطردوني من هاي القريه راح اتورط يا رب يا رب والله اتمنى انه يرجع هذا السجين حتى ما يطردوني من هاي القريه والله شو اسوي هسه اني ايه خلي ابقى يم السجن احرسه لان اعتقد ذاك اليوم ذاك الكافر قال راح اجي يوم راح افجر هاي القريه لو ادمرها لو ما ادري شنو اوكي خلي ابقى هنا لين ما يجي لقد وصلت الى هذه القريه اوه ما من هنا سوف اتكلم بهدوء هاي شنو تعال لقد تعال ايها الكافر تعال ايها الكافر كشفوني تعال ايها الكافر سوف اختبئ في هذا المكان انه سجن ارجع 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 لهنا لا ارجع ارجع توقف ايها اللعين ارجع ارجع ادخل السجن اول مره ادخل السجن اسمعني 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 ادخل السجن اسمعني اسمعني قليلا شنو لكي لا يسمعنا المسلمون انا اتيت الى هنا لاحرر اخي وجميع الكفار ادخل لهنا ادخل ادخل ما اريد دايما بالك لا تتحرك من هنا اوكي ادخل لا تتحرك من هنا تمام هسه بس خلي اجيب لي السيف مالتي هذا اوكي هسه والله اللي ادب هذا الورع ها تشرد ها ادخل ادخل هنا أنا. ادخل ادخل اسمعني 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 ارجوك تفضل ادخل اذا اعطيتك الكثير من المال هل ستوقف هل لا 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 ما لا 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 استطيع الكلام ارجوك ابعد هذا السيف عني ابعد هذا السيف ادخل او اضربك بهذا السيف ادخل هذا الشيء السجن ادخل حسنا اللعنة عليك ايها المسلم السؤال هو كيف شلت هاي البلوكة البيدرا كيف كيف شلتها يا اخي ابقى هنا لا تتحرك اوكي راح اجيك ثواني لا تتحرك لا تتحرك او اقتلك بالسيف لا 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 ارجع 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 اضربك بالسيف ارجع ارجع ارجوك لا تقتلني اوكي يا كافر عندي نعم. عندي لك كم سؤال اريدك تجاوب لن اجيبك على هذه الاسئله حسنا سوف اجيبك سوف اجيبك سوف اجيبك طيب السؤال الاول يقول كيف هربت من هذا السجن وكيف شلت هاي البلوكة من البيدروك كيف شلتها مستحيل أنا مستحيل أنا احد أنا في هذا الكون كله يقدر يشيل حبة بيدروك كيف كيف انا ابا فلافل المحروقه طيب اخي ابا فليفنة لن اخضع لهذا السؤال ولن اجيبك على اي شيء انت تطرحه سوف اجيب حسنا سوف اجيب طيب ارجوك كيف كيف كسرت هاي البلوكة ماكو احد بهذا الكون كامل يقدر يشيل هاي البلوكة كيف شلتها انت اسمعني ايها اللعين سوف ياتي اخي ويقتلك سوف ترى شنو يجي اقتلك قبل لا يجي اخو حسنا 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 لقد هناك خوان في القريه هناك خوان ساعدوني في الهرب هاي شنو يعني اكو اكو نعم. اكو اشخاص خائنين في هاي القريه ساعدوك حتى تقتل الهرب ولن اقول لك اسماءهم لا لا سوف اخبرك اول واحد اسمه ابو عمبا والثاني اسمه كاتشب والثالث لا تخذلني لا تخذلني دقيق اجيك مالك بهم مالك بهم دقيق اجيك ايه خلي ابحث على هذا شو اسمه ابو عمبرا لو ابو كاتشب لو ما ادري شو اسمه يا ابو كاتشب يا ابو كاتشب ها شفت ابو كاتشب هاي ابو كاتشب ابو كاتشب وينك لا ابو كاتشب راح وين راح هذا ابو كاتشب ابو عمبرا هاي ابو عمبرا والله ما ادري وين راح اعتقد هرب هذولا هسه شورطه هاي اوكي بس خلي ارجع لهذا الكافر اقول له اذا عندك الهم خبر لا لقد خدعت هذا المسلم لا يوجد اسماءه شنو هاي شنو جاي اسمع صوت لقد خدعت هذا المسلم يقول ذا لا يوجد اسماء هكذا ابو عمبا وكتشم يا له من احمق لا يعلم ان الذين اخرجوني من هنا هم احمد وعلي احمد وعلي احمد وعلي إضافة إلى ذلك مسلم إنه الذي أخرجني من هنا أنا أكره مسلم اقتله شنو؟ اسمعني. أحمد وعلي اللي طلعوك من هذا السجن؟ وعبيد الله وابن عمرة هم الذين أخرجوني من هنا تكذب نعم كذاب ما عندنا هنا في القرية اسمه ابن عمرة لو ما أدري إيش اسمه كذاب إنه كتشب أقسم لك بالآلهة إنه كتشب أنت كذاب أنت كذاب أبا كتشبة ما عندنا ما عندنا أبا كتشبة كذاب أنت أتريدني أن أخبرك بالأشخاص الذين أخرجوني من هنا؟ طيب أخبرني ألديك عقل؟ لن أخبرك على جثتي
على جثتي. لا لا سوف اخبرك. ها منو من الشخصين او الشخص اللي جاء ساعدك حتى تطلع من هذا السجن؟ يلا قول او راح اقتلك. لا لا سوف اخبرك ان الذي اخرجني من هنا هو اخي ابا فليفلة. اقسم ابا فليفلة. نعم طيب وين هو؟ وين ابو فليفلة؟ وين راح؟ اتريد ان تعرف مكان اخي ابا فليفلة؟ قول يلا قول. لن تعثر على اخي لانه في قلب الصحراء يمتطي جملا ولن تعثر عليه مهما حاولت. يلا اتصل عليه. لن اتصل على اخي ابا فليفلة ابدا. حسنا سوف اتصل عليك. اعطني هاتف. اريد جالكسي. أوكي. هذا جالكسي 11 برو. اوكي لا رجع لي يلا تفضل يا اخي. هذه وردة. اتعرف ما هو الهاتف؟ ما هو الهاتف يا اخي؟ ما عندنا في عصرنا هذا. نحن عصر ابا فليفلة محروقة. ماكو. اوكي لا بس اخي سوف ياتي غدا وسوف يفعل ما يريد وسوف يقضي عليكم جميعا وسوف يخرجني من هنا. يلا هسه اليوم راح تبقى هنا أنا. اوكي يلا خذ لك هاي اللحمايه. لا البقاء في هذا المكان اللي ارجع روح هذا. وخر هاي اللحمايه ابقى عليها اليوم. اوكي يلا تصبح على خير. اريد ايوه المسلم اللعين. خلاص انا هسه رايح انام وباكر اجيك. لقد تركني هذا اللعين. حسنا صباح الخير. خلي اروح لهذا الكافر اقول له والله يدخل ديانة اسلام والله اخذ كوما حسنات من راسه. حجر هاي ابا فليفلة محروقة. ابا فليفلة. نعم هاي نعم. عندي الك عرض. اوكي انا احب العروض كثيرا خاصة العروض المربحة. طيب اذا راح تدخل ديانة الاسلام راح انطيك جائزة. اوكي ما هي الجائزة؟ هل ما هي جائزة كيف؟ هي جائزة كبيرة كثير. يعني اللي أريدها من يمك هو إنك تدخل ديانة الإسلام. أوكي؟ لازم تصير مسلم أيها الكافر. لأنكم مجرمون قتل وسجنتني هنا لأنني حسناً أنا سوف أدخل ديانة الإسلام. أعطني وردة وسوف أقبلها. شنو تستهبل علي؟ أنطيك وردة تقبلها؟ أرجوك. اسمع إذا علم أخي أبا فليفلة أني صرت مسلما فسيقتلوني. ما يقتلك رح أعلم على ضمانتي أني وأني رح أحميك. أوكي؟ أرجوك اسمعني. يقولون في قرية الكفار أنكم المسلمون تقتلوننا جميعا. لا 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 إذا رح تصير مسلم ما أقتلك أبد لأن إذا قتل مسلم كأنه قتل الناس جميعا. افتهمت يا ورع يا كافر؟ يعني انني اذا اصبحت مسلما فسوف تطلق سراحي من هذا السجن اللعين. اطلق سراحك. يعني حتى لو ادخل ديانة الاسلام شنو راح استفاد؟ شنو؟ يا اخي اذا تعرف اذا راح تدخل ديانة الاسلام ايش راح يصير؟ لا ما يا اخي حياتك راح تصير حلوه وراح تدخل الجنه والله راح يرزقك بكثير مال. ياب والله راح يرزقك بكثير فلوس وكثير مال. يا اخي انصحك تدخل ديانة الاسلام والله. شلون ادخل ديانة الاسلام؟ افتح الباب ادخل. هاي شنو؟ اطلع هاي ارجع السجن. ارجع علمني ارجوك. شنو اريد ان يحبني الله؟ علمني كيف ادخل ديانة الاسلام. اول شيء اكو كلمات لازم تقولهم. اذا قلتهم خلاص انت راح تصير مسلم. اوكي حسنا وما هي الكلمات؟ ابقى هنا انا راح اجيب لك الكتاب. اوكي اكو كتاب. ايوه كتاب تتكلم عنه. في هذا الكتاب اكو كلمات لازم تقولهن. اوكي واذا قلتهم يعني هذا الكتاب يعلم الناس كيف يصبحون مسلمين. مو يعلم هذا الكتاب به جمله. اوكي اذا قريتها خلاص انت راح تصير مسلم. اوكي خلاص حسنا خذ لك هاي اقراها. يلا تريدون ان اقرا هذا الكتاب؟ لا مو اكو جمله بس في سطر واحد. اوكي مكتوب هنا كيف تصبح مسلم. خلاص هاهي اقراها. حسن مكتوب لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. خلاص تفضل يلا تفضل تعال اطلع من السجن. لاين اطلع من السجن يلا اطلع. تمزح. خلاص انت صرت مسلم. يلا تفضل تعال ارجع لك. انت كذاب. اخرج من زنزانتي. شنو اخرج من زنزانتك؟ تعال انت تفضل اطلع. خلاص تريدون ان تقتلونني. انا اعرف مكركم. تريد شنو؟ أن لا ما نقتلك. خلاص هسه صرت مسلم انت. اطلع. اثبت لي انك لا تريد قتلي. اثبت لي. الاثبات هو اني قلت لك اطلع من السجن ولا عاد ترجع من هنا. اوكي يلا اطلع من السجن. تمازحوني. اطلع من السجن. يلا تفضل. اوكي تفضل. سوف اذهب من هنا واخبر اخي في اليقظة. لن اقول شيئا. تعال نصلي مع بعض. تعال اعلمك الصلاة.
تعال نعلمك الصلاة تعال. حسنا ولكن دقيقة واحدة تعال. قبل أن تعلمني الصلاة أريد أن تأخذني بجولة في هذه المدينة. طيب مدينة تعال المسلمين. أنا لا أعرف شيء ولكن لم تقل لي ما هو اسمك. أنا لم أعرفك. سوف أخذك في جولة في هذه القرية. تعال أني الشيخ بندرمان سبايدرمان. تعال حسنا أيها الشيخ سبايدرمان بندرمان تعرف الشيخ بندرمان خلاص ها هو. طبعا هذا المحل هو مو محل يعني هو مكتبة وفي كتب قرآن وما أدري شنو. إذا تريد نجي في أي وقت نقرأ لديكم مكتبة كبيرة. يب هاي المكتبة هنا تقرؤون القرآن أليس كذلك؟ يب هذا نقرأ في القرآن. تعال أشوفك شغلات ثانية. ماذا يوجد في الصندوق؟ إنه فارغ. لربما هذا المسلم يريد قتلي ولكنني سوف أكذب عليه وأقول له أصبحت مسلما ومن ثم سوف أعود وأنتقم منه. ولكن أول أريد سلاح. لقد كنت أقول يا رب ارزقني الكثير من يا رب ادخلني الجنة. طيب لم أقول شيء. عندنا هذا المستشفى مثلا إذا لقدر الله أكو شخص مرض أو أجاها مرض على طول نقدر نداوي هنا. فهمت؟ إن هذا المحل يبيع الأكل أوكي؟ يبيع الاكل ويعني اكل حق السجناء وكذا. هذا يعني نجي نشتري من هنا و... القرية يا اكل القريه والسجن وكل كذا. ايها المسلم انا الان اصبحت مسلما واريد ان اعرف شيئا واحدا. اين تخبئون الاسلحه؟ انا لا اعرف اين تخبئون الاسلحه. بما انك انت صرت مسلم ودخلت ديانه الاسلام لن اخبر احدا بهذا. سركم في بئر. انا اعلمك راح اقول لك مكان هذا الكنز اوكي. لا اريد الكنز اريد المكان الاسلحه. مكان اسلحتك. مكان الاسلحه ما عندنا الصراحه بس عندنا مكان فيه كثير فلوس اوكي. اين هذا المكان فلوس؟ اين هذا المكان؟ تعال هذا شفته. أين هو؟ هذا الاشي هنا. وين هنا أنا هذا. اوه هنا تخبئون اموالكم. نعم. حسنا اسمعني الان انا اريد ان انام. اريد ان انام. يا اخي ايش في اسلوبك مال الحكي صار كذا؟ انا متوتر حقا. تعال انام. اريد ان انام. خلاص راح اهديك هذا البيت كله شفته راح اهديه له لك اوكي. ياب هذا المنزل لي. هذا المنزل من الحين صار لك اوكي. يلا تفضل. حسنا ادخل هنا. شكرا لك. بارك بك الله. تفضل. يلا تفضل. سوف انام وغدا خلص. سوف نذهب الى المسجد حسن وتعلمون الصلاة. يلا تصبح على خير. يلا اني همين رايح انام اوكي. خدعته. يا له من مسلم احمق. كيف اصدق اني اريد ان ادخل الاسلام؟ انا لا اريد ذلك. اريد ان اسرقهم. لقد عرفت مكان الكنز وسوف اخبر اخي ابا فليفلة لياتي معي لنقتل جميع سكان هذه القرية ونسرقهم ونستولي على هذه القرية. حسنا. تذكرت شيئا. ان المسلم نائم في هذا الوقت فسوف اذهب لأهرب بسهولة. يا لهم المسلم الأحمق. لا اريد هذا البيت اللعين. بيت قبيح. بيت مسلمين. حسنا سوف اذهب بسرعة كي لا يراني المسلم وسوف اخبر اخي ابا فليفولة انهم لديهم الكثير من الكنوز. حسنا سوف اهرب من هنا وسوف اعود غدا لأسرقهم. اي صباح الخير واخيرا صحيت من النوم. هسه اوكي خلي اروح لذاك المسلم او الكافر اللي صار اصبح مسلم. اوكي هذا هو بيته حلو. اوكي هسه خلي ادخل له. اي هاي يا مسلم يا كافر اللي اصبحت مسلم. اي يا ابا فليفلة محروقة. اي هاي عجيب هذا وانا ابو فليفلة محروقة. هاي وانا خلي اطلع. انا هنا. اين انت؟ اهلا وسهلا. ايوانا انا اسف لقد ابتعدت قليلا عن المنزل الليلة الماضية. شنو وين رحت؟ لقد ذهبت الى قرية الكفار لازور اخي ابا فليفلة. مو قلت لك لا ترجع لهناك؟ اذا ولكنه اخي كيف تريدون ان اترك؟ يعني هسه انت رجعت لمدينة الكفار يعني رجعت كافر؟ ابعد السيف عني. لا انا مسلم. انا مسلم لقد اسلمت ولكنني لقد زرت عائلتي. المرة الجاية لعد تروح لهاي القرية الكفار اوكي؟ حسنا لن اذهب الى هناك ولكنهم عائلتي. طيب كيف تعال معي اكو شخص ينتظرك. اكو شخص ينتظرك هنا. تعال لقد احضرت اخي ابا فليفلة. يا لك من مسلم رائع. انا احبك. تفضل ادخل هناك. ماذا؟ انه السجن. يا ابن اخي هنا. اين اخي؟ يا خبيث سجنتني ايها اللعين.
ها ماذا فعلت؟ انت غدرت فينا يعني. انت تقول أزوركم. انت تقول انك مسلم فقط. شنو لقد كذبت علينا لو شنو كذب؟ انا لم اكذب صدقني. انت تكذب لك. لا 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 انت تكذب. انت تقول دخلت الاسلام بس انت لحد هسه انت كافر. كيف ذلك؟ لقد قلت ما كتبته لي في الدفتر. ما هذا؟ اخرجني. ما اخرجك. لا تقتلني. لا تقتلني. سوف حسن سوف اقتل شيئين. قل لي الحقيقة او رح اجلدك بهذا السيف. اوكي قل لي الحقيقة. اوكي لقد ذهبت الى قرية الكفار امس ليخبر اخي ان اصبحت مسلما، ولكنه غضب مني وطردني ووعدني انه سوف يقتلني ويقتلك ايضا. اتعلم لماذا؟ لماذا؟ شنو؟ سوف اخبرك بالحقيقة، ولكن ارجوك اريدك ان لا تنصدم. حسنا. طيب ما انصدم. احسب من الواحد للثلاثة وسوف ترى نجوم الليل ونجوم كل النجوم سوف تراها هنا. واحد اثنين ثلاثة. لقد خدعتك ايها المسلم. لقد خدعتك. لا. لقد خدعتك. كيف صدقت؟ سوف تموت. خدعت هذا المسلم كثيرا. يا له من احمق على هذه القرية ان يغير هذا الحارس. يا له من احمق. لقد اخبرت اخي ابا فليفلة ان القرية المسلم مليئة بكنز ثمين في ذاك الاتجاه. حسنا. انا لا استطيع ان اهرب هذا الذهب لوحدي لانه ثقيل. سوف احضر اخي ابا فليفلة. سوف نأتي غدا للانتقام من هؤلاء المسلمين. حسنا. سوف اذهب. ابتعدي ايها تفقرة اللعينة. ابتعدي. لا تعترضي طريقي. لن تعثر عليه مهما حاولت. اتصل عليه. اتصل. شنو اكو تليفونات اصلا هو؟ لا اسمع. اوكي. كلمات لازم تقولها. اذا قلتها خلاص. كلمات سر نفس جي تي اي. كلمات سر. تستهبل. اوكي عيد يلا. كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شخص كافر قرر الانتقام من المسلمين. حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية هذه القصة اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وشاهدوا المقطع حتى النهاية. مياو مياو. بس هذا صوت الورع اللي عندك العصفور بيض عايده. ياب قله سكته يا اخي. اسكت. ياب عايده عيد النص. اذا ما تسكت والله خليك عشا للبزون. جيب له بزون هيك خلاص هاي. لا اكو بزازين بالشارع. اوكي راح اعيدها. واحد اثنين ثلاثه. اصبر. اسكت. عجيب. وانا اقول اخوي ليش قال لي خليت لك عصفور جوا. يريد يخرب المقطع.